السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله توكلنا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا شيء سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هاي طبعا حلوا الكتاب تاعكم على الصفحة 148، هاي آلية الإدماج العصبي. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاي في الآلية هذه راح نجاوب على زوج أسئلة، اللي هي ما هي أنواع المشابك المتصلة بالعصبون المحرك؟ ما هي؟ عندي كيف يدمج العصبون بعد مشبك المختلف الكمونات التي ترد إليه. أعطاني شكلين، الشكل ألف اللي كما تشوفوه فيه نهاية عصبية وفيه جسم خلوي للعصبون البعد مشبكي. شكل ألف صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح لمشابك مسار السيالة العصبية. صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح لمشابك مسار السيالة العصبية، بينما الشكل با رسم تخطيطي يوضح بعض المشابك. رسم تخطيطي تاع الشكل با هذا يوضح بعض المشابك. قال لي هو انطلاقا من المعطيات الشكل انطلاق من معطيات الشكل الوثيقة ألف أو الوثيقة واحد، قدم تعريفا للمشبك. قادر يطرح لك سؤال في الباك يقول لك اعطيني يا خويا تعريف للمشبك، ما هو المشبك؟ تقول له المشبك هو منطقة اتصال وظيفي بين خلية قبل مشبكية نهاية عصبية للخلية العصبية والخلية البعد مشبكية مثلا، والخلية البعد مشبكية طبعا بين أقواس جسم خلوي محور أسطواني، حيث يفصل بين الخليتين شق مشبكي. هكذا إذا المشبك هو منطقة اتصال وظيفي بين خلية قبل مشبكية وخلية بعد مشبكية، حيث يفصل بين الخليتين شق مشبكي، شفناها في الدروس السابقة. نعاودو تعريف المشبك. هاي ليه المشبك هو منطقة اتصال وظيفي لمنطقة اتصال وظيفي بين الخلية قبل المشبكية والخلية البعد المشبكية، يفصل بينهما شق، يفصل بين الخليتين القبل والبعد، يفصل بين الخليتين قبل المشبكية والبعد المشبكية شق مشبكي. قال لك لمعرفة أنواع المشابك المتواجدة في الشكل ألف نحقق التجارب التالية. عندي التجربة اللي هنا، هم التجارب تاعنا. عندي التجربة هذه، طبعا حلوا كتاباتكم كتبكم. التجربة واش تقول لي التجربة؟ تمثل وثيقة اثنين. هذه الوثيقة اثنين تمثل نهايات عصبية مع نفس الجسم الخلوي للعصبون المحرك، بينما يمثل الجدول الوثيقة ثلاثة تسجيلات مسجلة بعد تنبيه فعال في 1 و2. شوف هذا جسم خلوي، شوف هذا جسم خلوي، وهذا مشبك باء وهذا مشبك ألف. شوف العصبونات، هاي خلية قبل مشبكية وهاي خلية بعد مشبكية. كيف خلية قبل مشبكية، خلية بعد مشبكية. هاي القطعة الابتدائية وهذا الجسم الخلوي، خلاص. هاي زوائد شجيرية، هذا المحور الاسطواني للعصبون الحركي. هام المشابك، خلاص. دونك انا واش درت تنبيه للهن ودرت تنبيه للهنا. طبعا التنبيه فعال، شكون اللي قال لك باللي التنبيه فعال؟ شوف ورسم لك منحنى كمون عمل وحدي الطور سما التنبيه فعال. هكذا مادام التنبيه فعال وعندي انا جدول كيما هك، عندي جدول كيما هكا. مادام التنبيه فعال وانا عندي جدول مثل هذا، اذا واش راح نقول؟ شوف جهاز التسجيل واحد وين جا، والتسجيل اثنين هاو جا في المحور الاسطواني، والتسجيل الف هاو جا في الجسم الخلوي. اذا شوف التسجيل في جيم واحد، شوف التنبيه في واحد، هانا درنا تنبيه في واحد. هنا عقبة الرسالة العصبية، خلاص أعطاك تسجيل منحنى كمون عمل أحادي الطور. قال لك با، وش هي هادو النقاط المتقطعين اللي هما عتبة زوال الاستقطاب؟ هكذا با جيم،
وعندي في التسجيل في التسجيل جيم 2 عندي تعليم منحنى كم عمل احادي الطور. انا هنا راني قاعد نشرح في التجربه، ما زلت ما فسرت ما حللت. شوف هاو منحنى كم عمل احادي الطور. بالنسبه للتنبيه في 2، وين راح التنبيه 2؟ اذا هو دار تسجيل جيم 1 اللهن وتسجيل جيم 1 جيم 2 اثر تنبيه 1. ها هو تنبيه 1 تسجيل جيم 1 جيم 2. شوفوا واش عطانا. بالنسبه للتنبيه 2 تسجيل جيم 1 هاو تنبيه 2 هنا تسجيل جيم 1 نتج عنه فرط في الاستقطاب، منحنى فرط في الاستقطاب. وفي جيم 2 اذا جيم 1 منحنى فرط في الاستقطاب، وجيم 2 طبعا خط مستقيم عند ناقص 70 ملي فولت، يعني كمون الراحة. قال لي درك قارن بين التسجيلات الناتجة من التنبيه الأول والثاني. أنا واش نقول له؟ نقول له أثر التنبيه الأول، إثر التنبيه الأول يسجل جهاز جيم واحد. هذا إثر التنبيه الأول يسجل جهاز جيم واحد كمون غشائي زوال الاستقطاب، كمون غشائي بعد مشبكي سعته تساوي وتفوق تساوي أو تفوق العتبة، كما يسجل جهاز جيم سنين منحنى كمون عمل أحادي الطور. نعاود، يسجل الجهاز جيم واحد، هاو الجهاز جيم واحد، إثر التنبيه في واحد، هاو درنا تنبيه، تنبيه فعال عقبة الرسالة العصبية، وصلت كي عقبة الرسالة العصبية حطينا التسجيل، لقينا بلي جهاز جيم واحد سجل لنا كمون غشائي، سعته يا إما تساوي العتبة ولا تفوقها، هكا سعته تساوي العتبة ولا تفوقها، بينما جهاز جيم اثنين اللي راهو في المحور الإسطواني، تاني سجل لنا منحنى كمون عمل أحادي الطور. هكذا احنا هذا كامل من التنبيه في واحد. خلاص تنبيه في اثنين، لما درنا تنبيه في اثنين راني قاعد نحلل، عند التنبيه في اثنين اثر التنبيه سجل جهاز جيم واحد، لما نبهنا المشبك اثنين تنبيه فعال سجل لنا الجهاز جيم واحد هذا اللي هنا، سجل منحنى فرط في الاستقطاب، بينما سجل جهاز جيم اثنين كمون الراحة. بينما نقدر نقول بينما سجل جهاز جيم تنين كمون الراحة. خلاصة نهضر هذوك هضرة علمية وأحسن، نقول له لاحظ عدم تسجيل كمون عمل في الجهازين، حيث سجل جهاز واحد فرط في الاستقطاب بينما يسجل جهاز جيم تنين كمون الراحة. قال لي وش راك تستنتج؟ ها هي قارن بين التسجيلات، ماذا تستنتج؟ ماذا نستنتج؟ نقول له إذا نستنتج أن المشبك الأول هذا مشبك منبه، ولا قبل ما نقولش مشبك منبه، ما زلت ما نعرفش وش معناتها مشبك منبه، والآخر مرتبط ما نقولهالوش. أنا في غرض الدراسة درك، أنا مازلنا غير زعما قادرين نقراو. إذا نقول له يوجد نوعان، نستنتج أنه يوجد نوعان من المشابك، مشابك تنتشر فيها السيالة العصبية ومشابك لا تنتشر فيها السيالة العصبية. خلاصة إذا عندي نوعين من المشابك، مشابك السيالة العصبية فيها تقدر تنتشر، ومشابك السيالة العصبية فيها لا تنتشر. مثال هنا السيالة العصبية انتشرت، إذا هذا هو المشبك اللي تنتشر فيه السيالة العصبية، وهنا ما انتشرتش، إذا هذا هو النوع تاع المشابك اللي ما تنتشرش فيه السيالة العصبية. دوكا نعرف أنواع المشابك، هاي هنا نعرف انواع، هيا زربو نعرف انواع المشابك. هاي هنا اذا التجربه الثانيه لمعرفه ميزه المشبك با، المشبك با اللي هو ما تنتشرش فيه السياله العصبيه، مقارنة بألف وتعديل التسجيل الملاحظ في جيم واحد إثر تنبيه تنين، ندرس النتائج التجريبية التالية. واحد، حق مادة الجابا، الجابا في الفراغ المشبكي ألف، وبدون تنبيه واحد فيسجل جهاز جيم واحد التسجيل ألف من الوثيقة 4. قال لك كون نحقن أنا مادة هذه جابا في الفراغ المشبكي للمشبك ألف، وين راح المشبك ألف؟ هذا المشبك ألف اللي هو هذا، هذا مشبك ألف، كون نحقن فيه الجابا قال لك يسجل لي. ها درك انا راح نهز شويه الكاميرا، جيبوا كتاباتكم بروريسانكم. ها
قال لك لما نحقن انايا القابة في الفراغ المشبكي للمشبك الف وبدون تنبيه في التسجيل واحد، ما نبهش هذاك الخليه قبل المشبكيه والعصبه قبل المشبكي، ما نبهوش. شوف بدون تنبيه في تسجيل واحد نحقن انا برك القابة في الشق المشبكي في سجل لجهاز جيم واحد التسجيل الف من الوثيقه 4. يسجل جهاز جيم واحد هذا التسجيل الف من الوثيقه 4، هاو التسجيل الف، هذا هاو التسجيل الف، ها من الوثيقة 4، يعني سجل كومون راح. اذا القابة هذا اللي حقنت، اشوف اني حقنت القابة، شرح التجربة، هزيت اللحن ما درتش تنبيه، حقنت القابة في الشق المشبكي دون ان ندير تنبيه لهنا، كي جاب لي تسجيل الف لاحظنا باللي سجل، واش سجل كومون راح؟ علاه علاه حتى سجل لي كومون راح؟ اذا القابة منع او ساهم في بقاء الخلية البعد مشبكية في حال صراحة هكا. زيد الوثيقة درك التجربة، إذا هذه الأولى. الثانية يبين التحليل الكيميائي للفراغ المشبكي ب من الوثيقة 2 أثناء الراحة غياب مادة الجابا، يبين غياب مادة الجابا وتواجد الشوارد التي وتواجد شوارد السي ال موا وتواجد شوارد السي ال ناقص بنسبة عالية بينما عند تنبيه في 2 من الوثيقة 2 فتظهر مادة الجابا في الفراغ المشبكي با وتتناقص نسبة شوارد السي ال، هاو التسجيل با، هاو على صرا فرط في الاستقطاب. قال لك بين تحليل الكيميائي اثناء الراحة، ما كانش اثناء الراحة قبل ما ندير تنبيه ما كانش هذا المبلغ الكيميائي اللي هو الجابا، ما كانش خلاص في الشق المشبكي قبل ما ندير تنبيه، ركز قبل ما ندير تنبيه. قال لك انا ندير تنبيه نلقى باللي الجابا بدا يفرز من طرف الخليه اللي قبل مشبكيه، انا ندير تنبيه فعال في الخليه اللي قبل مشبكيه لهنا، هو هذا هو المشبك اللي يمنع مرور السيال العصبيه انطلاقا من النتائج المتحصله عليها. انا درت تنبيه فيه، لاحظوا باللي الجابا في التحليل الكيميائي بدا ينتج، ولاحظوا باللي الجابا بدا ينتج، ولاحظوا باللي الشوارد تاع السي ال ناقص الموجوده خارج الخليه البعد المشبكيه الموجوده في الشق الموجوده والمتواجده في الشق المشبكي، لاحظوا انه كميتها بدات تنقص، بدات تنقص. اذا طبعا وقال لك ها شوف هنا فرض في الاستقطاب التنبيه في 2 سجلوا الجهاز جيم واحد اللحن في الجسم الخلوي، في الجسم الخلوي طبعا يسجل فرض في الاستقطاب، ومن بعد كي تبدا تنتشر تروح للمحور الاسطواني تبقى كومون على حاكمه دايرين اللحن. اذا خلاص ما عطانيش اسئله ما عطانيش، قال لي بناء على التسجيلات السابقه استخرج نوع المشبكين الف وباء. اذا نقول له المشبك الف ما دام يسمح لي بانتشار السياله العصبيه وهو يفرز مبلغ كيميائي من نوع اسيتيل كولينا، المشبك الف عباره عن مشبك تنبيهي، عباره عن مشبك تنبيهي يرمزوا له بالرمز اس او، هك يرمزوا له بالرمز اس او هكذا، هذا هو يعني مشبك تنبيهي وهذا تنبيهي، والمشبك با هذا المشبك الف، والمشبك با اس اي، اس اي يعني مشبك تثبيطي. قال لك قدم خلاصة حول تأثير المبلغ الكيميائي على الغشاء البعد المشبكي، نقول له يمكن أن تترجم تأثيرات المبلغ الكيميائي على الغشاء البعد المشبكي بزوال الاستقطاب في حالة واش؟ شوف زوال استقطاب الغشاء البعد المشبكي أو الخلية البعد المشبكية، وذلك طبعا أنا كي نقول زوال الاستقطاب وين راح تصرى في الغشاء؟ باش نكون دقيق وما يحاسبنيش في الباك راح نقول زوال استقطاب الغشاء البعد المشبكي والذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تنبيهي بي بي اس او، يتحفظ هذا ظهور كمون بعد مشبكي تنبيهي بي بي اس او، سببه هو الاسيتيل كولين المفرز من طرف المشبك التنبيهي اس او، اذا او المفرز من طرف الخليه قبل المشبكيه.
بينما في الثاني فرط في الاستقطاب، يعني كاع نفسر له علاه ظهر لهنا كومون بعد مشبكي تنبيهي بي بي اس او منحنى كومون امل احادي الطور، وعلاه صار لهنا فرط في الاستقطاب. ولا هنا صرا فرط في الاستقطاب، السبب تاعو فرط في الاستقطاب، فرط في استقطاب الغشاء البعد مشبكي، والذي يتسبب في ظهور كومون بعد مشبكي تثبيطي بي بي اس اي. ها هو كومون بعد مشبكي تثبيطي بي بي اس اي، هذا كومون بعد مشبكي تثبيطي بي بي اس اي تثبيطي. تنبيهي بي بي اس او، بي بي اس او هذا كومون، كومون بعد مشبكي تنبيهي. اذا التثبيطي بي بي اس او، التنبيهي بي بي اس او، استغفر الله. شوف التثبيطي بي بي اس اي هكا، بي بي اس اي التثبيطي، التثبيطي بي بي اس اي، والتنبيهي بي بي اس او. خلاص سمحت الدراسات أنجزت على غشاء البعد المشبكي للمشبك با تواجد جزيئات غشائية بروتينية تحتوي على مواقع تثبيت للجابا. شوف كاينه قنوات عندها مستقبلات خاصة بالمبلغ الكيميائي جابا، في نفس الوقت تلعب دور قنوات خاصة بسي ال ناقص. هذه القنوات اللي تلعب دور قنوات مبوبة كيميائيا، باسكو الجابا هو مادة كيميائية كما في كما درسنا في قضية الأسيتيل كولين. اذا شافوا في غشاء الخلية البعد المشبكية لقاوها غشاء البعد المشبكي لهنا يحدث زوال الاستقطاب، تتغير الاشارات لهنا هام القنوات، ولهنا جزيئات الجابا، وهذا الشق المشبكي. شوف فتجي جزيئات الجابا تتوضع على المستقبل تاعها، كي تتوضع تنفتح القناه الخاصه بالسي ال ناقص، ويبدا يدخل السي ال ناقص، يتسبب لي في فرط في الاستقطاب على مستوى غشاء البعد المشبكي. ومن بعد كي تنتشر السياله العصبيه، اي مهما كانت سعه فرط في الاستقطاب كبيره ولا صغيره، كي توصل للمحور الاستيواني ونسجلوها نلقاو كومون راحه، باسكو الفرط في الاستقطاب او ما ينتشرش على عكس كومون العمل اللي ينتشر. اذا قال لي ماذا تستنتج من مقارنه التسجيلين واحد وبا؟ اذا يؤثر الجابا فقط في الشق في الشق في الشق المشبكي، يؤثر الجابا فقط في المشبك التثبيطي. الجابا وين ياثر لنا؟ في المشبك التثبيطي، حيث يولد فرطا في الاستقطاب، في استقطاب الغشاء البعد المشبكي لكل مشبك من المشبكين السابقين التنبيهي والتثبيطي اللي درسناهم مبلغ كيميائي خاص به. فمثلا التنبيهي مثلا عنده الأسيتيل كولين، ومثلا التثبيطي عنده الجابا هكذا بالربط. اذا بالاعتماد على معلوماتك السابقه حول اليه عمل المشبك التنبيهي وجوابك في سؤال رقم 3، استخرج دور البروتينات الغشائية المولدة للبي بي اس او والمولدة للبي بي اس اي. بمن يقصد بالبروتينات الغشائية؟ هاي بمن يقصد؟ يقصد القنوات، البروتينات الغشائية اي القنوات، القنوات الموجودة على الغشاء كما هادو، باسكو هادو من طبيعة بروتينية ويعملوا بظاهرة الميز. اذا ان وجود مشابك تنبيهية ومشابك تثبيطية مرتبط بانفتاح القنوات المختلفة ضمن مستقبلات غشائية بروتينية، تالي ضمن مستقبلات غشائية بروتينية للغشاء البعد المشبكي. شوف يتسبب تثبيت الوسيط الكيميائي الأسيتيل كولين على المستقبلات تاعو الموجودة على الغشاء البعد المشبكي، والتي راهي في القنوات المبوبة كيميائيا الخاصة بالان ا بلس، يتسبب في فتحها ومن ثم دخول شوارد الان ا بلس، مسببا في توليد زوال الاستقطاب، يتسبب لي في توليد زوال الاستقطاب على مستوى غشاء البعد مشبكي هكا. ومن بعد يظهر واش؟ يظهر كومون عمل، يظهر كومون عمل. بينما يتسبب تثبيت الوسيط الكيميائي الجابا على المستقبلات تاعو الموجوده على القنوات الخاصه بالسي ال ناقص، والموجوده على قنوات الخاصه بالسي ال ناقص من واش؟
يتسبب في تثبيتها، يتسبب في فتح قناة سئة النقص ودخول شوارد سئة النقص، ومسببا في توليد فرط في الاستقطاب فرط في الاستقطاب على مستوى غشاء البعد مشبكي. هذه هي الآلية. إذا بلاتي ماذا، خلاص خلصنا، نروح لهنا للإدماج. إدماج الكمولاس البعد مشبكية. لقد رأينا سابقا أن العصبون بعد مشبكي في مراكز العصبية تتصل به عدة مشابك، منها المشابك التنبيهية والأخرى تثبيطية. وي هاو عصبون، العصبون المشبكي، هاو عصبون مشبكي، هاو جسم خلوي، وهذا هو المحور الاسطواني، هذا الجسم الخلوي وهذا هو المحور الاسطواني. ها متصلة به عصبونات، ها قدا هاو ثلاثة عصبونات، ساعة يجي واحد ساعة يجي ثلاثة. الآن وش قال لك؟ قال لك لكن كيف يكون التأثير حالة وصول الكمونات متتالية في نفس الوقت؟ قال لك درك أكون ننبه أنا هذا وهذا وهذا، كفا راح يدير، كفا راح يدير المشبك هذا باش يخرج لي الكمون العمل، كفا راح يتصرف في الخلية. الآن في حالة وصول كمونات متتالية في نفس الوقت من العصبون القبل مشبكي، طبعا نكون نبه العصبونات القبل المشبكية راح يوصلوا للعصبون بعد المشبكي تنبيهات متتالية، كفا راح يدير لهم. انواع دركا قال لك من العصبونات القبل المشبكية كفرضية يفرضوها التلاميذ، يقول لك الشيخ حنا نقولوا بالك هذا العصبون البعد مشبكي يقدر يجمع هذه العصبونات، يقدر يجمع هذه الكمونات العمل او كمونات المتتاليه، ما نقولوش العمل، الكمونات المتتاليه، ويطرح ويجمعها جمعا مثلا جبريا، وبعد يخرج كمون مثلا كذا، يخرج كمون معين يا اما تثبيطي يا اما يا اما تنبيه. نقول لهم كفرضيه دوك ندرسوها. ندرسوها نبداو. اذا كيفاش راح يدير؟ قال لي شوف هاو حنا درنا تنبيه فعال تنبيه فعال تنبيه فعال، شكون اللي قال لك تنبيه فعال؟ شوف منحنيات كمون عمل تدل على انه تنبيه فعاله. بعدها شوف وصلتو بشكل بشكل متتالي في نفس الوقت، ها درنا تنبيهات وصلتو في نفس الوقت، ها وصلتو في نفس الوقت، هذا مشبك تثبيطي. علاه؟ باسكو شوف شوف واش ظهر على مستوى الغشاء الخليه البعد المشبكيه، واش ظهر؟ منحنى فرط في الاستقطاب، وهذا منبه وهذا منبه، وذلك لانه ظهر منحنى كمون عمل احادي الطور. درك انت ما تبقاش تقول هك، درك تقول ظهر كمون بعد مشبكي تثبيطي، درك انت تعلمت حاجه يعيطوا لها كمون بعد مشبكي تثبيطي بي بي اس اي، تقول باسكو ظهر على الغشاء الخليه البعد مشبكيه كمون بعد مشبكي تثبيطي اس بي بي اس اي بي بي اس اي، واللي هنا تقول كمون بعد مشبكي ظهروه لهنا في سوش كمون بعد مشبكي تنبيهي بي بي اس او. خلاص ما تبقاش تقول درك فرط في الاستقطاب تعلمت، تقول الان باسكو اللي هنا ظهر على غشاء الخليه بعد مشبكيه، اللي هنا كمون بعد مشبكي تثبيطي بي بي اس اي، واللي هنا كمون بعد مشبكي، واللي هنا ظهروا في زوج كمونات بعد مشبكيه تنبيهيه بي بي اس او. خلاص الان كفاه حتى دمجهم باش خرج لي في المحور الاسطواني كمون عمل احادي الطور، كفاه. قال لي حدد عدد ونوع المشابك المتصله بالخليه البعد المشبكيه في الشكل الف. اذا عدد عدد المشابك راح نحكي الشكل الف، هاو مشبك واحد هاو زوج هاو ثلاثه، اذا عدد المشابك ثلاثه هكا في با. درك راني في الشكل با واحد، راني نشوف فيه غير واحد. خلاص انواع المشابك من حيث البنيه، شوف انواع المشابك من حيث البنيه اي كامل كامل عصبيه عصبيه بلا ما تخمم. هكا بلا ما تخمم، انواع المشابك من حيث البنيه اي كامل عصبيه عصبيه، بصح من حيث الوظيفه تختلف، بحيث من حيث الوظيفه من حيث الوظيفه تختلف، تلقى مثلا مشابك تنبيهيه وتلقى مشابك تثبيطيه.
درك انا كي نجي لهنا يقول لي انواع انواع المشابك من حيث البنيه في الشكل الف وفي الشكل باء، نقول له اي كامل عصبيه عصبيه. بصح الانواع الوظيفه المشابك من حيث الوظيفه في الشكل الف نجد مشبك تثبيطي وزوج مشابك تنبيهيه، ولهنا نجد مشبك واش تنبيهي هكا في بان نلقى مشبك تنبيهي. الآن ما عدد الكمونات التي تتصل في نفس الوقت إلى الخلية البعد مشبكية في الشكلين ألف وباء؟ قلت لكم شو العدد تاع الكمونات التي تتصل. إذا عدد الكمونات في الشكل ألف تصل إليه ثلاث كمونات، هاو واحد هاو زوج هاو ثلاثة، هاو كمون بعد مشبكي تثبيطي، كمون بعد مشبكي تنبيهي، كمون بعد مشبكي تنبيهي. وفي الشكل باء تصل عدة كمونات هاك تشوف فيها واحد زوج ثلاثة تصل، وكون تحب تدقق له تقول له تصل ثلاث كمونات، تصلكم ثلاث كومونات الى باسكو قاعد يدير تنبيه متتالي على هذيك قاعده تصل ثلاث كومونات. اذا هو ما كملش برك، بصح غالبيه التنبيهات المتتاليه تجي بزاف صح. نكمل. الشكل الف تصل ثلاث كومونات عمل، مصدرها ثلاث خلايا قبل المشبكيه، ويتولد عنها كومون عمل واحد في الخليه البعد المشبكيه. ها من هادو ثلاثه تولد غير هذا، بينما في الشكل با تصل عدة كمونات متقاربة، كمونات عمل عفوا أني مريض، أني مريض في حالة لا تشوفوا الفيديو هذا العام عيوننا بشفاء، واللي يشوفوه العام الجاي خلاص صايب. إذا الشكل با قلنا تتصل ثلاث كمونات عمل مصدرها ثلاث خلايا قبل المشبكية، ويتولد عنها كمون عمل واحد في الخلية البعد مشبكية، بينما الشكل با تصل عدة كمونات عمل متقاربة من حيث متقاربة من الخلية قبل المشبكية، ها عدة كمونات ويتولد عنها كمون عمل واحد، ها كمون عمل واحد في الخلية البعد مشبكية. قال لي حدد لي مصدر كمون واحد وزوج المسجل في المحورين الاسطوانيين للخليتين بعد مشبكيتين من الخلية ألف وباء. إذن يعود الكمون المسجل في الخلية واحد، الكمون المسجل في الخلية بعد مشبكية ألف والخلية بعد مشبكية باء. احنا نبداو بشوية، يعود الكمون المسجل في الخلية البعد مشبكية ألف وباء لدمج إلى دمج مختلف الكمونات الواردة إليها، هذا دمج وهذا دمج، كفاه دمجو دوك نقراوها. إذا للعصبون البعد مشبكي القدرة على تجميع الكمونات العمل التي تصل إليه في نفس الوقت، إما تجميعا فضائيا نوع التجميع الأول أو تجميعا زمنيا بالاعتماد على معطيات وشكل الوثيقة. ستستخرج الاختلاف بين التجميع الزمني والتجميع الفضائي. نبدأ. كاين تعريف، تعريف يحفظ على مستواه نقيس. التجميع استغفر الله يا ربي. التجميع الفضائي، التجميع الفضائي إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل القبل مشبكية، كون توصل لي مجموعة من كمونات العمل القبل مشبكية، طبعا لهنا أو قال كمونات عمل برك دوك تعرفوا عليه، القبل مشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية، مجموعة من النهايات العصبية والتي تصل في نفس الوقت إلى المشبك إلى مشبك العصبون البعد مشبكي. هذاك تعريفه. قال لك كون يكون عندي يا خويا مجموعة من كمونات العمل قبل المشبكية مصدرها، احنا نعطيكم تعريف احسن من هذاك. التجميع الفضائي هو عملية يقوم بها العصبون الحركي البعد مشبكي، تسمح له بدمج مختلف كمونات العمل البعد مشبكية التنبيهية PPSE والتثبيطية PPSE التي تتولد على مستواه في آن واحد والتي مصدرها عدة عصبونات قبل مشبكية مختلفة، يدعى هذا ايضا بالتجميع الفراغي. بالتجميع الفراغي شوف هاي جايه من عده عصبونات قبل المشبكيه وفي نفس الوقت وفي جات في ان واحد ومصدرها عده عصبونات. خلاص اذا التجميع اللي قام به العصبون هذا هو تجميع فراغي ولا نقول فضائي.
في حالة التجميع الزمني هو العملية هو هي عملية التجميع الزمني هو عملية يقوم بها العصبور الحركي البعد مشبكي، تسمح له بدمج كمونات العمل القبل مشبكية القبل المشبكية المتتالية التي تصل إليه في آن واحد. هاي جاتو اي متتاليه، هاي خي هذه كومونات عمل متتاليه، بصح هي كي وصلت له في ان واحد، بصح هي متتاليه او مش يستنى 5 دقائق او ينبه بعد ليه او ورا بعضها بشكل كبير، او كون يستنى خلاص ما يبقاش يدير تجميع زمني. وعلى ديك هو كي ينبه شوف متتاليه، شوفها كومون كومون كومون، على ديك توصلوا في ان واحد والتي مصدرها نفس العصبون والتي مصدرها نفس العصبون قبل المشبكي. هاي هذه الكمونات العمل المتتالية جاية من نفس العصبون القبل المشبكي. إذا هذا التجميع الزمني، عرفتوا كيف تفرقوا؟ التجميع الفضائي هو أن يدمج العصبون، التجميع الفضائي هو أن يدمج العصبون الحركي هذا البعد المشبكي مختلف التنبيهات التنبيهية والتثبيطية PPSO PPSE لتصلوا من عدة عصبونات، بالصح نبهت في نفس الوقت وتصل له في آن واحد، نبهت تصل، المهم اللي يهمنا أنها تصل له في آن واحد خلاص، ومصدرها عدة عصبونات لهنا مصدرها نفس العصبون وتكون متتالية، هاي متتالية ومصدرها عدة عصبون ومتتالية، الفرق الزمني تاعها ضئيل جدا. على ديك شوف كي تفوت توصلوا، يوصلوا هذا يلحق خو على ديك توصلوا في آن واحد ومصدرها نفس العصبون. هذا هو الفرق بين التجميع الفضائي والتجميع الزمني. دركا نروحوا لهنا، آلية الإدماج. آلية الإدماج حالة مشابك ذات ميزة تنبيهية تمثل الوثيقة 7 تسجيلات أنجزت على خلية بعد مشبكية إثارة تنبيهين متتاليين. ها عندي الحالتين ألف وباء، هاي الحالة 1 و2 وهاي الحالة 3 و4. الحالة 1 و2 هادو نتيجتين عن تنبيهين متتاليين للعصبون قبل المشبكي. نبهوا شوف ها عصبون حركي بعد المشبكي، وهذا الـ1 والـ2 عصبون قبل المشبكي. نبهوا حطوا الجيم واحد وحطوا جهاز تسجيل اللحن. لاحظوا باللي المنحنيات ظهرت اللحن، منحنيات طبعا اللحن كمون منحنى، شوف او يساوي عتبة زوال الاستقطاب واللحن ظهر منحنى كمون عمل يساوي او يفوق منحنى زوال الاستقطاب. بصح اللحن ما نبقاش نقول هك اللحن سيد او قام بالدمج، لهنا بقام بالدمج. اذا نقول الحالة الف دركا انا راح نقول هو وش سألني الساعة، قال لي قارن بين النتائج المتحصل عليها، اذا نقول له المقارنة بين التسجيلات، المقارنة بين التسجيلين الف وباء، يتشابه التسجيلان الف وباء حنا راح ندير الساعة المقارنة ومن بعد ندير التفسيرة راح ندير المقارنة ومن بعد التفسير. قال لي قارن بين النتائج المتحصلة عليها في الحالات، إذا الحالة ألف مع الحالة 2 والحالة 3 مع الحالة 4 لا يؤدي التنبيهان المتباعدان إلى توليد كمون عمل. لا يؤدي التنبيهان المتباعدان إلى توليد، راح نخفض صوتي، لا يؤدي التنبيهان المتباعدان إلى توليد كمون عمل في الخلية البعد مشبكية. علاه؟ باسكو متباعدان، شوف على هذيك ما أداوش إلى توليد كمون عمل في الخلية البعد مشبكية، سواء من نفس المشبك أو من مشبكين مختلفين. شوف كي كانوا من مشبكين مختلفين ما أداوش إلى توليد كمون عمل في الخلية البعد مشبكية، وهنا تاني كي كانوا من نفس المشبك علاه باسكو متباعدا.
قلت لكم قبيل لازم ورا بعضهم، مش يدير واحد من بعد نستنى 5 دقائق نزيد ندير واحد، هكا ما يصراش. في حين ان التنبيهين المتقاربين في نفس المشبك، هم في نفس المشبك، وهادو ايضا في حالة مشبكين مختلفين، بصح راهم متقاربين، لهنا ولهنا متقاربين. لهنا يؤديان لهنا يؤديان الى توليد كمون عمل في الخلية البعد مشبكية، مما يدل على ان الادماج او التجميع كمونات العمل مجموعها يتعدى العتبة. هذه المعلومة اخوتي تزيد تأكد لي، تزيد تأكد لي باللي العصبون هذا البعد مشبكي قد يدمج كمونات العمل المتتالية، مش المتباعدة، المتتالية، يدمجها. قلك كيف نفسر التسجيلات الناتجة عن التنبيهين في حالة 2 و3؟ نقول له المشبك المثبط يقلل من سعة الكمون. كيف نفسر التسجيلات؟ نقول له المشبك المثبط، استغفر الله، على بالكم بديت ندوخ. التسجيلات في الحالتين 2 و4، تسجيلات في حالتين 2 و4 اذا خلاص نقول له المشبك المثبط يقلل من سعه كمون العمل. هكا المشبك المثبط يقلل من سعه كمون البعد مشبكي، المشبك المثبط يقلل من سعه الكمون البعد مشبكي، اقل من العتبة، اقل من العتبة، وبالتالي ما يتولدليش كمون عمل في الخلية البعد مشبكية. تعرفنا عليها سابقا انه المشبك المثبط راح يقلل سعة كمون العمل. هذه هي، هذه هي اذا المشبك المثبط يقلل من سعة الكمون البعد مشبكي. كيف يقلل؟ تبع معايا، تبع وبالك اللي حبيت نخلص لكم بكري، تبع. شوف هاو بعد هاو تنبيه الاول، هاو عصبون الاول، وها هذا زعما تنبيه بي بي اس او، وهذا تثبيطي بي بي اس اي. هذا اكبر من هذا، مثلا هذا نبهناه تنبيه فعال، وهذا نبهناه تنبيه نورمال، ماشي قليل شوي في الشدة، قليل في الشدة. هذا هو منحنى كمون عمل، وهذا ها شوف درك، هذا راح ينقص لي شويه من هذا باش يولي يساوي العتبه. علاه ينقص لي منه؟ تثبيطي راح ينقص شويه من هذا، فاللي راح نلقى لهنا نلقى منحنى كيما هكا، هاي العتبه نلقى هكا. وعلاه ولا هكا؟ باسكو هذا نقص من هذا، هكا هذا يساهم لي في تنقيص من هذا. مثلا كيما واحد الشيخ قال لهم هاك شغل نكومباريو، قال لهم هك وصح نورمال، قال لك تنحي هذه مع هذه تبقى لك هذا الطرف، هذاك هو. مش هكا بالفكره، يعني حبي يفهمهم بلي هذا ينقص من السعه تاع هذا، هذا ينقص من السعه تاع هذا هكا، فقادر يولي يساوي العتبه او اكبر من العتبه بشويه او اقل او قريب خلاص للعتبه على حسب الشده. هيا ليه ليه هذوك نروحوا لهنا اللي هي الحاله، حاله مشبك او مشابك ذات ميزه تنبيهيه واخرى تثبيطيه. اذا الفا تمثل الوثيقه 8، تمثل الوثيقه 9 تسجيلات. شوف ها عندي زوج مشابك وتسجيلين في جيم واحده وجيم 2، لهنا تنبيه ولهنا تنبيه، ركز. او او واحد، هاي او واحد، هاي او واحد تسجيلات، وهاي اي، هاي اي لهنا تسجيلات، اي هاي موحدهم. اذا اي باين مشبك تثبيطي، شوف تسجيلات، و او هذا مشبك منبه، او مع اي ها في نفس الوقت، ها ساهم في انه قلل من السعة تاعو، هذا كمون عامل شدة كبيرة، وهذا فرط في الاستقطاب كما كنت نشرح لكم، نقص منه فهو لا يساوي اقل من العتبة وقادر يولي يساوي العتبة. اجماعة معلومة، كمون العمل او ما ينتشرش الكمون البعد مشبكي
التنبيهي بي بي اس او وما ينتشرش غير لا كان يساوي او يفوق العتبه، كون يكون يساوي او يفوق العتبه ينتشر، لهنا دون العتبه على هذيك ما انتشرش على مستوى التسجيل هذا اللي هو في المحور الاسطواني. اذا عمليه الدمج اللي سقسي يقول عمليه الدمج تتم الان. اذا نستنتج، قول لي نستنتج محمد خويا بلي عمليه الدمج تتم على مستوى الجسم الخلوي، نقول له نعم، اما على مستوى المحور الاسطواني تظهر النتيجه. نعم نصوتيو لهنا. تمثل الوثيقة 10 مسار السيالة العصبية، 2 منعكس العضلي، بينما تمثل الوثيقة 11 تسجيلات كهربائية أثناء هذا المسار على مستوى الجزء المؤطر، ها يعني مستوى المادة الرمادية من النخاع الشوكي. وش لاحظ؟ هاي عضلة، هاي ساق، طبعا كيما نضرب لهنا في المنطقة هذه راح يدير منعكس عضلي، نعرفوها قريناها في الدوزيام. ها مغزل عصبي عضلي، وهاي عضلة بسيطة، طبعا مادام هذه بسيطة هذه راح تكون قابضة، يمشيو بالتضاد، وحدة تنقبض والأخرى تنبسط، وحدة تنبسط الأخرى تنقبض. هاو المغزل، هاو ليف حسي، وهاو عصب، ها شوف الاعصاب هاي خارج، ها وعصب، هاي الياف عصبيه حركيه رايحه وين؟ رايحه ل الماده الرماديه من النخاع الشوكي، مرتبطه بيناتها بواسطه عصبون جامع، ها العصبون جامع مرتبطه مع ايضا هذا الليف الحركي مرتبط بحاجه اللي هو الليف الحسي. اذا العصبون الحركي هذا الاحمر مرتبط بالليف الحسي هذا، وهذا مرتبط عن طريق عصبون جامع بالليف الحسي ايضا. اذا شوف هاو دارها لك كزعما تكبيرا، كتكبيرا شوفها، هاو قال لك هاو العصبون الحسي للعضله القابضه، شوفها عنده مبلغات كيميائيه، نعم هاو مشبك، هاو مشبك قال لك هاو مشبك تنبيهي، علاه؟ باسكو كي دار التسجيل شوف واش صرا قبل الضرب، شوف عندي كمونات العمل بعد الضرب، شوف كمونات العمل اللي قاعده تصرى. اذا قد يتم افراز الكمونات، قد يتم افراز مبلغات كيميائيه بشكل كبير ساهم لي في تواتر، في حصول على تواترات كمونات عمل متتاليه. شوف ها هذا عصبون حركي للعضله القابضه، شوف اللي هنا قاعد يقيس لك من قال لك تواترات كمون العمل قبل الضرب، شوف تواترات كمونات العمل بعد ديما مؤرات بعد الضرب نحصل على تواترات متتاليه، يعني دوك نفسر راني كان نشرح برك. ولا هنا تواترات كمونات العمل قبل الضرب شوف كيفاه، بعد الضرب كل مره بعد الضرب تزيد، ما من لهنا قادر لاحظوا انه لهنا خليه بعد مشبكيه، الخليه قبل مشبكيه، الخليه بعد مشبكيه، افراز مبلغات كيميائيه كيف لهنا. اذا خليه قبل مشبكيه هذه تولي قبل مشبكيه بالنسبه لهذه، الخليه بعد مشبكيه هذه فرازه مبلغات كيميائيه، هذا قال لك مشبك تثبيطي تولي، قال لك لهنا مشبك تثبيطي، قال لك لهنا في الحاله الوحيده شوف كي عاد مشبك تثبيطي، ووب شوف قبل الضرب تواترات كمونات العمل كيفاه كانت، اي قبل اللي احنا الضرب تولي قبل الضرب، بصح بعد الضرب شوف بعد الضرب قلت تواترات كمونات العمل، مشبك تثبيطي. قال لك لهنا ارتخاء العضله المعاكسه، تقلص العضله القابضه، هاي العضله القابضه تقلصت وهذه ارتخت، طبعا لازم وحده تتقلص والاخرى ترتخي. قال لك ما هي المعلومات المستخرجه بمقارنه تواترات كمونات العمل المسجله؟ نبدانا نجاوب له شوي، نقول له اذا قال لي المشبك قال لي ما هي تواترات كمونات العمل هذه، نقول له ما هي المعلومات، قال لي ما هي المعلومات المستخلصه، نقول له المعلومات المستخرجه من مقارنه تواترات كمونات العمل المسجله قبل وبعد الضرب، وبعد ضرب هذا الوتر قبل وبعد الضرب، قبل الضرب الوتر يكون عدد، قبل ضرب الوتر يكون عدد تواترات كمونات العمل قليل، يبقى قليل هاك تشوف فيه قبل الضرب هاو كان قليل، هاو قبل الضرب قليل،
إذا قبل الضرب الوتر يكون عدد تواترات كمونة العمل قليلا في كل من العصبون الحسي للعضلة القابضة والعصبون الجامع وعصبون الحركي للعضلة القابضة. هاك تشوف العصبونات وتواترات كيف كانت قليلة، بينما يكون عدد كبير في العصبون الحركي للعضلة المعاكسة. هاو العصبون الحركي للعضلة المعاكسة شكفا كان قبل الضرب كبير كبير مقارنة بالأخرين، بصح بعد الضرب الوتر يكون عدد تواترات كمونات العمل كبيرا في كل من العصبون الحسي والعصبون الحركي والعصبون الجامع، بينما يكون احنا قلنا يكون كبيرا كمونات العمل يكونوا كبار، بينما يكون قليل في واش يكون عددها قليل في العصبون الحركي للعضلة ها والعصبون الحركي للعضلة المعاكسة. خلاص هذا المعلومة مستخلصة، ولا نقول التحليل، هذا التحليل يقدر يقول لك هذا التحليل، او هي ما تصلحش نقول معلومات مستخلصة ولا نقدر نورمال بصح، او يصلح ثاني تحليله. قل لي ماذا تستنتج؟ نقول له يثبط العصبون الجامع. شوف العصبون الجامع هذا يثبط العصبون الجامع مرور السيالة العصبية، فهو مشبك تثبيطي. العصبون الجامع هذا اللي يجمع بين زوج عصبونات خلاف يثبط لي مرور السيالة العصبية، فهو مشبك تثبيطي. اذا خلاص، اذا العصبون الجامع هو مشبك تثبيطي باسكو ثبط لي مرور السيالة العصبية. بقول لك بالاعتماد على ما سبق معلوماتك. الحمد لله خلصنا. قال لي بالاعتماد على ما سبق ومعلوماتك التي تقدمها لك الوثيقتين انجز مخططا تحصيليا للمنعكس العضلي. طبعا المخططات انا مانيش قاعد باش نعاود نرسم درك وننجزها لكم، ما راح نعيدها لكم. اذا هاو المخطط التحصيلي خاوتي، ها هو من انجاز الاستاذ فراح، كيف اسمه بعد الاستاذ فراح عيسى، هي اسمه الأستاذ فرح عيسى. شوفوا هاو المخطط التحصيلي، ها مستقبلات قنوية، ها تشوف المستقبلات تاع الأن أو بلوس، هاو شق مشبكي، هاو الغشاء تاع الخلية بعد مشبكية، هذا مثلا الأن أو بلوس. شوف ها النخاع العصبون الجامع، ها وين راح لهنا العصبون الجامع؟ هو الأخضر هذا هو العصبون الجامع. هاي السيالة النابضة والسيالة الجابدة. شوف السيالة الجامدة تكون من العضلة، ركز شوفها من العضلة اوب حتى وين، حتى لي نخاع الشوكي ولا المادة الرمادية من النخاع الشوكي، بينما السيالة النابضة تكون من النخاع الشوكي واهبط حتى للعصا الجامدة. ركزوا بالك، قادر يقول لك اعطيني اتجاه السيالة العصبية، تقول له لهنا جامدة، علاه جامدة؟ الجامدة من العضلة لي المادة الرمادية من النخاع الشوكي، بينما النابذة تكون من تنطلق من العصبون نحو العضلة. خلاص هاي تاني صليوا على النبي خاوتي، صليوا على النبي. هاي الشق المشبكي، هاو الغشاء، هذا غشاء، وهاو عندي قنوات الخاصة بسيال ناقص، هاي قنوات سيال ناقص، هاو شق مشبكي خلاف، هاي مستقبلات خاصة بالأنابليس. كيقول لك قنوات خاصة بسيال ناقص يعني مشبك تثبيطي، قنوات خاصة بالأنابليس يعني مشبك منبه. زيدو نشوفو كشما حوايج، هذه تاع المخدرات خاطينا، خي تاع المخدرات هذه، هي تاع المخدرات خاطينا. شوفوا لهنا دقيقة نشوف لكم تاني كشما رسمات ملاح دارهم الشيخ. نو مش زيدو نشوفو، طبعا صليو النبي صبرتو. هاي رسمه تاني مليحه. شوفوا خاوتي، شوف عندي هذه الخليه، هاي خليه او عصب، هاي نهايه عصبيه، نهايه عصبيه لعصبون قبل المشبكي. شوف المبلغات الكيميائيه الجابا، شوف هاي الحويصلات اندمجت، اكاد تشوف الحويصلات راح تندمج مع غشاء نهاية العصبية وتطرح ما بها من جابا في الشق المشبكي. هاو الشق المشبكي يروح للخلية البعد المشبكية، يروح للخلية البعد مشبكية طبعا، ويخدم خدمته، يخدم خدمته اللي احنا ما يهمناش هذا الشيء. منين يجي الجابا وين راحنا؟ اصبر اصبر، شوف
هنا ما يهمناش منين يجي الكابا وكيف راح يدير والميدخاس، هادو ما يهموكمش، هادو ماهوش تاعكم. ثم اللي يهمك ها الكابا كيما يفرس يتوضع المستقبلة تاعو الموجودة في قنوات سيال ناقص، يتنفتح القناة ويدخل سيال ناقص، هذا اللي يهمك انت. زيدو نشوفو المزيد بتصاور. اللي هنا هي المقارنة، قال لك قارن لي بين القنوات الفولتية والقنوات الكيميائية، اتولهو هذه المقارنة تحفظ، ولا شات كوبا دوك الفيديو انا حطوا الجدول هذا وحفظوه. انواع القنوات الفولتية خاصة بالان ا بلس والكا بلس والسي ا دو بلس، هذه القنوات الفولتية المبوبة كهربائيا، مكان تواجدها طبعا مادام هي فولتية تتواجد دائما على مستوى الغشاء الخلية البعد مشبكية، هذه بصح هذه تتواجد على مستوى الخلايا القبل المشبكيه وبالتحديد في النهايات العصبيه، هذه تتواجد على النهايات العصبيه على الجوانب ماشي من تحت خلاص على الجوانب، وهذه تتواجد على مستوى الخلايا القبل والبعد المشبكيه المستوى الخلايا قبل والبعد المشبكيه المؤثره في عملها. بو هذه فولتيه، شوف كي تدخل مؤثرة في عملها يتحكم في عملها تغير الكمون الغشائي، طبعا شوف مادام فولتية شوف مع ندير تنبيه تنفتح، اي باسكو اللي يتحكم فيها اللي هو التنبيه، مادام هي فولتية ومبوبة كهربائيا هكا تغير الاستقطاب يوصلها بعد تغير الاستقطاب موجة زوال الاستقطاب تنفتح دورها. اذا القنوات الفولتية خاصة بالان او بلس تسمح لي بدخول او بتدفق شوارد الان او بلس، طبعا تاع الكا بلس تسمح بتدفق شوارد الكا بلس، والسي ا دو بلس تسمح بتدفق شوارد السي ا دو بلس، الكا بلس راح يخرج هكا والان ا بلس والسي ا دو بلس رايحين يدخلوا باسكو القنوات هذه من طبيعه بروتينيه وتعمل بظاهره الميز. نروح للقنوات المبوبه كيميائيا، عندي زوج قنوات حنا حتى الان قريناهم اللي هي الاسيتيل كولين والجابا، طبعا مكان تواجدها على غشاء الخلايا البعد مشبكيه، شكون اللي يتحكم في عملها اللي هو المبلغ الكيميائي الخاص ب الموبل شوف 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 قنوات خاصة بالان ا بلس مش شوف شوف هنا خاوتي دقيقة تولهوا الملاحظة، قنوات خاصة بالان ا بلس بالك غلط الأستاذ هذا ولا ما تولهش ولا اي قنوات خاصة بالان ا بلس وقنوات خاصة بالسي ال دو بالسي ال بلس، قنوات خاصة بالان ا بلس وسي ال دو وسي ال بلس صلحوها، قنوات خاصة بالان ا بلس وسي ال بلس تتواجد على مستوى الخلايا البعد مشبكية، والمستقبلات تاع الاسيتيل كولين والجابا متواجدة عليها بعد متواجدة على هذه القنوات الخاصة، مثلا مستقبل خاص بالاسيتيل كولين متواجد على مستوى القناة الخاصة بالان ا بلس، مستقبل خاص بالجابا متواجد على مستوى القناة الخاصة بسيالة ناقص هكا. اذا يتحكم في عملها تدفق شوارد يتحكم في عملها تدفق شوارد الان ا بلس، ويتحكم في عملها المبلغ الكيميائي اللي هو يا اما اسيتيكولين يا اما الجابا. دورها تسمح بتدفق شوارد الان ا بلس نحو الداخل، طبعا نحو داخل الهيولى الخليه البعد المشبكية، ولا هنا كيف تاني دورها تسمح تاني بالنسبة للقنوات الخاصة بالسي ال ناقص واللي عندها مستقبلات خاصة بالجابا تسمح بتدخل شوارد سي ال ناقص. زيد هاي الرسومات التخطيطية اللي تحبوا ترسموهم، صبر ندير صغير برك، ها الرسومات التخطيطية اللي تحبوا ترسموهم. طبعا دعيوا له للشيخ هذا دعيوا له. هاي ثاني رسم تخطيطي يظهر لك الاختلاف، شوف اللي هنا هاو بالنسبه للسي ال ناقص وبالنسبه للان ا بلس كيف يدخلوا، ها اذا هذا مشبكي مثبط وهذا مشبك منبه هكا. هاي الحضره ثاني، طبعا درس الاستاذ هذا فرح عيسى دعيوا له، وهاو لي ميل تاع فيسبوك تاعو، وثاني الدرس تاعو متواجد على الانترنت تقدروا تحملوه.
هذه هي برك. السلام عليكم ورحمة الله، بصح بشرط دقيقة برك، صلوا على النبي، راجعوا الدروس تاعكم. اللهم إني استودعكم ما قرأتم ما حفظتم ما تعلمت، فردوا عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير. ننصحكم بها دائما وراء الدراسة. حسبي الله ونعم الوكيل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.